السلام عليكم، نرحب فيكم ثانيا في السمارت جريد. الآن حنتكلم على موضوع الـ consequences of a blackout، ونتكلم على كيس study blackout يعني على مستوى العالم. يمكن عندنا احنا بتحكي بتتكلم على blackout بشكل يومي، على مستوى العالم بتحصلش هذه بشكل عام فترات طويلة، يعني كل سنتين ثلاثة، يمكن 5 سنين 10 سنين بتحصل مرة. يعني في مرة حصلت في 2003 في النورث ايست البلاك اوت في اليو اس وكندا، قبل شهر تقريبا حصلت بتكساس بلاك اوت، قبل سنة حصلت في كاليفورنيا. فهدول يعني بيأرخوا لهم ايش، انه السيستم اللي عندنا بيصير له كل لابس او الكهرباء بتقطع عن الناس لفترات طويلة. يعني لما نيجي نتطلع فيها هان، احنا المثال اللي حنتطلع عليه اللي هو البلاك اوت في سنة 2003 للنورت ايست في امريكا وكندا. هذه عندنا كان يعني ميجر ايفنت زي ما بتعرفوا، هذه صارت بعض المناطق انقطعت عنها الكهرباء لمدة يعني اسبوعين. احنا في تكساس يمكن السنة هاي قطعت حوالي لخمس ايام لعشرة ايام عن المناطق الكهرباء، وهذه كانت وسط عاصفة ثلج شديدة. عادة اللي بنتكلم عليها يعني في هذا المجال، بنتكلم هنا الخارطة اللي بتبين قديش التذبذب بالفريكوانسي الموجود عندنا، هي من 60 ل 59 في اختلاف في الترددات اللي هي الفريكوانسي نتيجة الموجود. يعني هذا السيميليشن للبلاك اوت بدنا نحط المعلومات عليها ونشوف كيف التغير اللي بيحصل في هذا المجال. هذه طبعا الرسمة عملتها جامعة تينيسي في امريكا في هذا المجال، وهذه البلات بتمثل الفريكوانسي اوفر تايم، وعند الخريطة اللي شفتوها قبل شوية هي بتمثل الديتا الموجودة. الان عندي النتورك كانت يعني ماشية بتشتغل around nominal frequency of 60 هرتز الموجود عندنا اذا بنطلع عليها. هذه الان حصل انه line tripping began a catastrophic cascade of event in the network، يعني صارت انه تتبع قطع خطوط صارت في الموجود عندي في الشبكة. الان اذا بتطلع فيه السيستم does not seem to recover from initial setback. السيستم لما حصل له setback في الاول ما رجعش، يعني هنا كان ماشي بشكل طبيعي، حصل disturbance ما رجعش لنفس النقطة بعده. يمكن هذا بنلاحظ ايش اللي حصل الثاني، انه الفريكوانسي kept dropping، يعني ظلتها تنزل اللي عندي لحد ما وصلنا صار في عندنا serious oscillation، وبعدها يعني الـ oscillation in its value began to appear. The tripping lines were causing the lines to overload and efficiently eventually trip as well. يعني في الآخر صارت هذه، وهذا اللي بيحصل عندنا يمكن بتشوفوهن، أول ما يصير ضغط على الشبكة إيش بيصير؟ بيصير يعني الكهرباء تتذبذب، بعد شوية بتشوفها إيش؟ فصلت بشكل كامل، يعني انت بتقدر تشوفها قبل. طبعا physically tripping lines were causing other lines to overload، وهذا بيحصل انه لما هذه تنزل بحاول الخطوط الثانية تشيل الحمل، فهذه في الاخر اذا الحمل صار اكبر من قدرتها ايش بيصير لها؟ بس بتنزل الشبكة. هذا بنلاحظ تقريبا على الاربعة وربع تقريبا اللي هان الشبكة وقعت ككل، وهان صار عندي تقريبا 50 مليون شخص بدون كهرباء في هذه المنطقة. الآن بعض المناطق قدروا يرجعوا لها الكهرباء في نفس اليوم، لكن مناطق أخرى ظلتها بدون كهرباء لفترات الفترة أسبوعين لها. طبعا انقطاع الكهرباء له تأثيرات اقتصادية سلبية، سواء على الاقتصاد المحلي أو على قطاع الاتصالات وقطاع المعلوماتية وقطاعات المواصلات، كل هالقطاعات الأخرى.
احنا في بلادنا تعودنا وصارت جزء من الثقافة تبعتنا، العالم مش متعود عليها وبحسبها ماليا، بلاقي انه هذا اشكاليات، فصار عندهم ايش انه هاي من وصول الكهرباء 24 ساعة بدون انقطاع هي من اولويات الحياة، ووصولها بنفس يعني باستمرار بنفس الريجوليتد باور، سواء من ناحية الفولتج او الفريكوانسي، لانه لو صار تغير بالمستوى الفولتج او الفريكوانسي برضو الاجهزة الالكترونية عندنا بتتعطل، وهذه بتكلف لا ايش الاصلاح، يعني اصلاحها بكلف مش الان different type of control and ancillary services اللي حنتكلم عليهم لما نيجي. هاي اطلعنا على الثلاث انواع اللي بلزمنا، احنا عندنا قلنا ثلاث انواع للاستابيليتي، الفريكوانسي كنترول والفولتج كنترول اللي بنتكلم عليه، والبلاك ستارت اللي عندي اللي هي ريستوريشن اللي احنا بنرجع نعيد ارجاعها. الان نتكلم في التالي، الفريكوانسي كونتينمنت ريزيرف، هذول خاصات بالفريكوانسي، اوتوماتيك فريكوانسي ريستوريشن ريزيرف، مانوال فريكوانسي ريستوريشن ريزيرف، فاكت اللي بنقول عنها فليكسبل اي سي ترانسميشن سيستم، واو ال تي سي اللي هي اون لود تاب تشينجرز الموجودات، هذول كلهم موجودين. يعني بنتكلم الان بالكنترول عندي ثلاث انواع عاده بتكلم عليهم، بتكلم على البرايمري فولتج كنترول والسكندري فولتج كنترول، وبنتكلم على ايش على يعني البرايمري اللي هو اسرع انواع الكنترول، وعادة بيشتغل هذا مع مين؟ مع الـ FCR الموجود عندي اللي هذا بيجي within seconds، خلال من ملي seconds لا إيش لا seconds. الآن secondary control بيجي عندي هذا بعدها، وبيجي عندنا على شكل يعني إذا بتطلع عنده بيجي عنده على شكل اللي هي بالفريكوانسي اللي بنتكلم عنها الـ AFRR والـ MFRR، وهذا بيبقى slower. بعدها بنتكلم على إيش على التريشري كنترول بشكل عام، هنا بنتكلم على ancillary services، وهنا بنتكلم على الكنترول، كنترول زي الـ Exciter اللي هي AVR وحنتكلم عنها، الـ Fact والـ OLTC، بنتكلم على Inertial Response، بنتكلم على Prime Mover Governor، بنتكلم على Load Frequency، بنتكلم على Redispatch. الآن لو جينا للفولتج كنترول، الفولتج كنترول اللي بهمني التالي البرايمري فولتج كنترول زي الإكسايتر اللي بنتكلم عنه، الإكسايتر اللي بنتكلم عنه في هذا المجال اللي هو هذا أو AVR، وبنتكلم عن هاي عادة بيبقى عندي Real Power اللي بنتكلم عنها بي، وبنتكلم على إيش Reactive Power والأنجل الموجودة عندنا، هذه هي اللي بتحافظ عليها في هذا المجال. الآن لما نتكلم بالنسبة للكنترول والفريكوانسي، بنتكلم على زي ما حكينا الأنواع المختلفة في هذا المجال، بنتكلم على Automatic Voltage Regulator اللي هي الـ AVR اللي بنتكلم عليه، اللي هنا اللي هي بيعمل لنا with excitation system and generator. This system can be used زي ما حكينا can use AVR to control the field current اللي عندي، وال AVR can act in ايش on millisecond scale in order to maintain the system voltage at shorter time scales. We can use a flexible اللي هي FACTS flexible alternator current transmission system، وبعدين هذه devices عادة such as capacitor attached to the power system اللي عندي، والFACTS automatically support the voltage recovery based on local measurement from nearby substation. اللونجر تايم سكيل اللي بنتكلم عنه في هنا نتكلم عن unload tab changer، وهذه which is located in the transformer بشكل عام. التاب بوزيشن دي سيستم كان كنترول ذا اوتبوت فولتج ان ذا ترانسفورمر. الان الفولتج بروفايل ان ذا باور سيستم از مينتيند ثرو انجكشن اوف رياكتيف باور اللي بنتكلم عنها، وذا اماونت
of reactive power which is needed can be determined by measuring the voltage directly. Reactive power level or the power factor اللي بنتكلم عنه اللي هو بيعطيني الانجل اللي بنتكلم عنها في هذا المجال. بشكل عام يعني لما تكون عندها بالانس بتبقى الرياكتيف اللي جاي من الكاباسيتنس بتساوي الرياكتيف اللي جايه من الاندكتنس بها. Other type of control control is the frequency control والانسيلري سيرفيسز اللي ماشيه معها. بنتكلم هنا بهذا الشكل الفريكوانسي كونتينمنت ريزيرف الفريكوانسي هاي وهذه ايش بتشتغل. وبنتكلم عن الاوتوماتيك فريكوانسي ريزيرف ريستوريشن ريزيرف والمانوال فريكوانسي ريستوريشن ريزيرف. طبعا وان امبورتنت اليمنت ان مينتينينج الباور سيستم فريكوانسي از انيرشيا. والانيرشيا جاي من وين؟ من الميكانيكال بارت اللي عندي. وهذه عشان الانيرشيا از ذا ابيليتي اوف ذا سيستم مينتين اتس فريكوانسي وين سم تشينجز اوكر. وزي ما قلنا هي جايه من وين؟ من الميكانيكال سيستم اوفر اول في هذا المجال. الان عاده الانيرشيا system involves synchronous generator which have large rotating masses. عادة ايش عندي؟ في عندي الماسة اللي بتلف هذه ومشبوكة مع الروتر الموجود عندي. وهذه يعني اذا نيجي الماسة هذول are not able to quickly change the speed which they rotate which keeps the frequency of the electricity grid more stable. الآن نتكلم الانيرشيا كان مينتين ذا سيستم فريكوانسي اون ذا ملي سكند سكيل ان اديشن تو روتييتنج ماسز فروم ذا سينكرونس جنريتورز فلاي ويل كان بي يوزد تو كان بي ادد تو ا باور سيستم ان اوردر تو انكريز الانيرشيا اند مينتين الفريكوانسي استابيليتي. وهذا الفلاينج ويل اللي هي بتعطيني يعني سبيد لتسرع الانيرشا اللف العجله تبعتنا. Some people also talk about adding synthetic or virtual inertia وهذه باستخدام الباور الكترونكس. وهذا لساته يعني مواضيع active research يعني في هذا المجال. وهذه يعني برضو من الشغلات الإيجابية فيها في المجالات المحنكة. الطريقة الثانية بنتكلم على an inertial response that اللي عندي also speed the governors. يعني هذه ايش بتعمل لي؟ بتسرع الgoverners اللي هو بتحكم في الماسز اللي عندي which can be connected to synchronous generator generators and will try to arrest variation in the frequency. يعني هذه بدها تحد من هذه ال variation في ال frequency. These systems are relatively slow when compared to ايش ال inertial response. وهذه أبطأ من هذيك. الثالثة طريقة الثالثة اللي هي secondary stage of frequency control وهذه بتستخدم load frequency control اللي بنتكلم عنها. واللود فريكوانسي كنترول changes value for speed governor in order to restore the frequency to as close as possible اللي هي ايش للنومينال فاليو. اخر طريقه بنعمل redispatching in which ايش احنا بنتراي تو اوبتيمالي ديستريبيوت الباور افتر disturbance يعني بتوزع مين بدي يشيل الاحمال في هنا. الان لما نتكلم احنا restarting a system after a blackout في عنا different يعني هذه اللي هي من اهم الشغلات. هذه بتعتمد على البلدان وبتعتمد على ايش السيتويشن. ليش؟ لانه كل بلد لها بروتوكول معين ولها بروتوكول ايش ينعمل في كل حالة من الحالات. طبعا هذه البلدان بتختلف من عن بعضها البعض وبتختلف هان ايش الكنترول الامبلمنتيشن بدهم بيستخدموها والسيتويشن الموجودة عندي للاكتيفيشن كيف بدهم يعملوا هذه الشغلة. وهذا محكينا هذه بتعتمد على البلدان بشكل عام. بناخذ بريك وبعدها ان شاء الله بنرجع نكمل في هذا المجال.